مشاهدينا الأحبة متواصلين معكم، لكن راح نروح إلى تقرير آخر. شهدت مدينة كربلاء افتتاح مستشفى جديدة ضمن مشاريع العتبة الحسينية المقدسة، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في العالم. نعم، حيث تسعى مدينة كربلاء المقدسة إلى أن تكون عاصمة العراق الطبية. في تقرير حيدر الحاج تفاصيل أكثر فنتابعها سوية. إحنا بياكم أحمد الوائلي الطبية، إضافة جديدة افتتحتها العتبة الحسينية ضمن مشاريعها الرامية إلى أن تتصدر كربلاء مدن السياحة العلاجية في المنطقة. يساعد على ذلك أن المدينة تستقبل ملايين الزائرين سنويا. إننا لا نبغي من وراء هذه المؤسسات الطبية والتعليمية والنفسية وغيرها أن نكون بديلا أو مزاحما للمؤسسات الحكومية، بل لكي ندعم ونتكامل مع مؤسسات الدولة خصوصا التعليمية والطبية، تقديم خدمات رعاية صحية شاملة ومأمونة وذات جودة، أي ركزت على الجودة والجودة الشاملة، وهذا ما نراه حاليا في المؤسسات التابعة للعتبة الحسينية والعتبات الأخرى. المؤسسة الجديدة تتكون من 11 طابقاً بواقع مستشفيين، أحدهما خاص بالنساء بسعة أكثر من 200 سرير، وآخر لزراعة الدم والنخاع بسعة 79 سريرة. وقد جهزت المستشفيان بأحدث الأجهزة. المستشفى الأول هو المستشفى رقم واحد على مستوى العراق، بل على مستوى المنطقة، وهو مستشفى السيدة خديجة التخصصي للمرأة. كل الكوادر من الطبيبات الجراحات، من الطبيبات الباطنية، من التمريض، ومن كذلك كل الجهات الإدارية كلها من النساء. افتتاح مستشفى المجتبى عليه السلام بسعة 79 سرير، يضم أسرة متخصصة لزراعة نخاع العظم ومختبر مركزي الأول من نوعه في تشعيع الدم، بالإضافة إلى الفحوصات الجينية. هذا راح يوفر خدمات علاجية، وما راح يضطر المواطن العراقي للسفر خارج العراق. اليوم هذه المستشفيات هي الأكبر على مستوى المنطقة، مثل ما شفنا تضم أجهزة هي الأحدث على مستوى العالم. خطوة أخرى تقطعها العتبة الحسينية باتجاه أن تكون كربلاء عاصمة العراق الطبية، عبر افتتاح مؤسسة الشيخ أحمد الوائلي التي تضم مستشفيين، أحدهما متخصص بالمرأة وآخر بزراعة الدم. لصباح الخير يا عراق، حيدر الحاج، كربلاء المقدسة.